السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناتنا آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة ريال مدريد القادمة بإذن الله تعالى أمام نادي رايو فايكانو، مباراة في الجولة 16، جولة 13 من الدوري الإسباني. متابعينا الكرام، المباراة بإذن الله تعالى هيكون ميعادها اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 أو 6/11/2021. ريال مدريد هيستضيف رايو فايكانو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة بعدها الساعة 11 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين واليمن والعراق، والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 بريميوم الأولى بريميوم، وبي ان سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. ملعب المباراة ملعب سانتياغو برنابيو، والمعلق احمد البلوشي، وعليكم القنوات الاجنبيه الاخرى الناقله للمباراه منها قناه كانال بلس 2 بولسكا وسيتانت سبورتس 1 يورو اسيا، رينا سبورت 2 اتش دي صربيا، فين سبورتس اتش دي 3 انجلش تلت انجلش، دي جي سبورتس 3 اتش دي الرومانيه، 11 سبورتس 1 بلجيم، 11 سبورتس 1 اتش دي البرتغاليه، رينا سبورتس 6 اتش دي كرواتيا وتركنستان سبورت، تيليكوم سبورت، واكتر من قناه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو، توقع نتيجه المباراه وتشترك في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.